بدأت إدارة الصحة المدرسية بوزارة الصحة استقبال الطلبة المستجدين لفتح الملفات الصحية من خلال حجز موعد مسبق عبر موقع وزارة الصحة، حيث تم توزيع المواعيد على حسب مناطق السكن في البطاقة المدنية. نعم، حيث خصصت إدارة الصحة المدرسية 10 مراكز للصحة المدرسية لاستكمال إجراءات فتح الملف الصحي للطلبة الجدد في المحافظات الست، وجميع المراكز تعمل على فترتين صباحية ومسائية لاستيعاب بأكبر عدد ممكن من المتقدمين. إدارة الصحة المدرسية شرعت أبوابها لاستقبال الطلبة المستجدين لفتح الملفات الصحية من خلال 10 بوابات لمراكز الرعاية الصحية الأولية الموزعة في مختلف المحافظات. عندنا مثل ما قلنا مركز صباح الأحمد كان يفتح يومين بالأسبوع، الحين صار يفتح يومي في الفترة الصباحية. بالنسبة لمركز مبارك الكبير أيضا نفس الشيء، يفتح يومي في الفترة الصباحية والمسائية، وهو موجود في منطقة العدان قطعة 2. بالنسبة للعاصمة عندنا مركز حمد الصقر الموجود بالعديلية، والمركز المساند هو مركز شمال صليبيخات. بالنسبة لحولي عندنا المركز الأساسي هو مركز الصحة المدرسية الموجود في بيان، والمساند راح يكون مركز سلوى الصحي الموجود في قطعة 5. بداية على ولي الأمر حجز موعد مسبق عبر موقع وزارة الصحة قبل التوجه للمركز الصحي المحدد، وأن يرفق معه الأوراق والمستندات الرسمية للطفل لاستكمال إجراءات فتح الملف الصحي. نسجل عن طريق النظام الإلكتروني، طبعاً ولي الأمر يجيب ورقة من المدرسة بالبداية ويسجل عن طريق الباركود، واحضار جميع المستندات اللي هي البطاقة المدنية وصور عنها ومع شهادة تطعيمات. عندنا بقسم التمريض نتأكد من استكمال الطفل للتطعيمات قبل أن نفتح له الملف، وتالي يدخل على عيادة الطبيب نتم فحصه ونتأكد من خلوه من أي أمراض. قاعد نكمل عيادات الأطباء وقاعد نجهزهم والهيئة التمريضية والإداريين عشان إن شاء الله يستوعب العدد السكان الأحمدي. وفي حال إذا جانا الطفل غير لائق صحيا نحوله حق الجهة المختصة. تم زيادة عدد العيادات الطبية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المتقدمين وتوفير كوادر طبية وتمريضية والعمل على فترتين صباحية ومسائية. راح تكون صباحا يوميا من الساعة 7:30 إلى الساعة 1:30، والفترة المسائية يوميا من الساعة 4 إلى الساعة 9 مساء. كل في موقعه لتقديم خدمات لوجستية وطبية وفق أحدث البروتوكولات العلمية المتبعة، إجراءات تسير بكل يسر وسهولة. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.